الأمتار يقدم لنا هذه النوعية الفاخرة والشوط الأول للإنتاج والمنتجين بقبضة بن حران. سلام وتحية واحترام ورفع لك عقالي على هذا العرض الذي قدمته لنا العزوم من عزمت وأتت بالأداء الكبير محققة أول الأشواط. راشد بن سالم بن حران تستاهل فوز العزوم بالشوط الرئيسي للإنتاج وجعلنا مسنده. تستاهل خير وبريك الله يطول عمرك. وش هي سلالة العزوم؟ حطام محمد زايد المنصوري ومهام الإنتاج. بن حران شعارك من العام الماضي بداية الموسم وهو يعني في الصدارة إلى الختاميات، أعتقد خدت رمز ونفس على الرموز في العام الماضي. الحمد لله توفيق من الله، خذنا سيارات ونفسنا على الرموز، توفيق من الله كله الحمد لله. خطة في هذا الموسم كيف؟ خطة إن شاء الله مولع من بدري إن شاء الله. الله وياك واضح وياك. المحل الأول شاركت ولا لا؟ المحل الأول ما شاركنا، أول مشاركة في المحل الثاني إن شاء الله. ما كنتم موجودين؟ ما كنا موجودين. نعم، يعني افتقدنا شعاركم في المحل الأول. لا جايينك إن شاء الله بإذن الله، المحلات الجاية والمهرجانات القادمة إن شاء الله. إيش عن مشاركة الهجن غير العزوم؟ والله ثاني وثالث كلها في دائرة الخمس، اللهم لك الحمد. خير جاي إن شاء الله وقباله. استهدافك من بداية الموسم إلى نهايته ولا في سباقات ومهرجانات أنت مستهدفها؟ مرة ما جانا معطينا وجه، مرة ما ذخرنا. ما ذخرنا نعم. الله يوفقك وإياك. وشعارك يا ابن حرام متعودنا عليه في أشواط الرموز، نقول شد حيلك. أبشر بالخير إن شاء الله، أبشر بالخير. أهم شيء وجود الوالد على 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 الإشراف كامل. موجود الله يعطيه الصحة والعافية، هو اللي مشرف على الحلال ومشرف على كل شيء نقدمه. الله يطول عمره. والسؤال المهم، أنت دائما تعتمد على الإنتاج ولا على المشترى؟ لا على الانتاج اكثر شيء. على الانتاج. كم في الموسم تعسف تقريبا؟ نعسف من 50 الى 55 حول الكلام، يطلع منها اللي فيه بركه 8 10 الحمد لله رب العالمين. لكن عندكم انتاج مميز الحمد لله، عندنا مربط الله يبارك لنا ولك يا رب العالمين. عندنا اركاب كلها، عندنا شاهي، عندنا شاهين، وعندنا ولد العور القرشي، كلها من دجال اللهم لك الحمد. والذود بعد طيب؟ لا ذود طيبه تساعد معك. الله يوفقك وجعلنا مسلم دائما، نتمنى لك ان شاء الله التوفيق والفوز لنا مسلم تهدي. وياك يا ابو بركه، هدي سالم حران دعم الشعار وللمشجعين. بيض الله وجهك، شكرا جزيلا. وجهك مرحبا بك يا ابو ريك. انا اشهد ان من طرب غنى وغنيت انا اليوم طرباني رجل الوطن ما ذخر غنى منى منى ان العمر فاني يوم كتبنا ولحنا في الدار عاني.